هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. كما تشوف هاي الأجواء مزيانة، نعدو لاكارت ياخذ تذكرة تاعو. هاي لاكارت تاعك تخليها نهار الاثنين عاد فاش ترجع ليها. كما تشوف الأمر راه قايم بالواجب تاعو، راه كلشي منظم، كلشي غادي مزيان الحمد لله، ما كاين حتى شي صعوبات باش تاخذ التذكرة تاعك، كلشي ساهل الحمد لله، المأمورية راه غادي مزيان. تنتمنى ان شاء الله نربح الفريق الرجاء البيضاوي لما لا نفوزوا بهاد كاس العرش، نتمنى يكون ان شاء الله من النصيب ديالنا، ونتمنى الروح الرياضية الجماهير المغربية كاملة. النتيجة إن شاء الله تكون 2-0 فريق الرجاء البيضاوي. خويا الأجواء ما داش مزيانة 100%، حيت أخويا جا وحبسوها بعدا، كانوا جابنا هنا في الصباح مع 11 وش حبساش عاوتاني، قالوا لنا ما بقاوش لورا، وبداو تيرجعوا في بنادم اللي جاي من شي بلاصة بعيدة تيرجعوا، تيقولوا لي راه ما بقاوش لورا. كنا واقفين أخويا لاق تبان لنا بنادم بدا تيجري للكيش، جرينا وحنا ناخذوا ورقتنا وباقي الزحام دابا بنادم. بنادم ما فراسوش باقي يلاه تيجي. المهم الحمد لله هما اللي خدينا ورقة، المهم نديو الكاس نرجعوها معنا الكازا إن شاء الله دي مراج، إن شاء الله نربحوا بأي نتيجة، المهم ونجيبوا الكوب معنا إن شاء الله. صحة ولا بالخاطر. صراحة جات أجواء منظمة و... وكاين كيتاحوا الفرص لأي واحد يقدر ياخذ عنده لاكارد يقدر ياخذ التيكي ديالو يدخل التيران، أجواء فهمتيني منظمة. وإن شاء الله حاجة باينة ونربح إن شاء الله، ضروري الكاس غنجيبوا معنا الكاس. أو الكاس راه جاو ان شاء الله، كاس العشرة جاو ان شاء الله. وكنتمنى من اللاعبين انهم يتقاتلوا ويموتوا على التوني. الصراحه راه الجمهور والله الا كيعاني، انت كيبان لك البلان، الجمهور كيضرب شماره ديال بصح باش يحضر هاد المقابلات وهاد ونمشي وهاد التماره كامله كيضرب على قبل الفريق. صراحه انا يلا وقفت خديتهم لقيت الدنيا خاويه، ولكن تنواخذوا على المكتب ديال الرازا العام كامل وحنا مدابزين معاهم، خاسرين فلوسنا خاسرين رزقنا وتنشجعوهم. بلاغ واحد ما كاينش فلوس اوفيسيال، هادي مهزله بالنسبه للمكتب ديال الرادا. يعطيونا واحد البلاغ البارح يقولوا لنا ودي راه مع الساعه الفلانيه، تناخذوا غير من الصفحات هما اللي تناخذوا عندهم اخبار. هادشي ما تيشرفش فريق الرجاء الدين، تنتمناو له المسيره وتنعاونوا بودريقه وتنتمناو له المزيد من التألق ان شاء الله، يعاود لنا عاوتاني شي كأس العالم، ولكن بحال المسائل هادي راه مهزله في سخف الجمهور الرجاوي. ان شاء الله الفوز هادي ما فيهاش، الرجاء تنعرفوا هي الألقب ان شاء الله، وهادي ان شاء الله هي المسيره غتبدا من هنا ان شاء الله، من غدا ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.